إلى عفوية الله، انتقل اليوم بالرباط الأستاذ عبد الهادي بوطالب. وبهذه المناسبة الأليمة عبر جلالة الملك محمدنا السادس لأفراد أسرة الفقيد عن أحر تعازيه ومواساته لهم بهذا المصاب الجلل. نبدأ عن حياة الراحل في تقرير يوسف الحميدي. في العام 23/900 ولد الراحل عبد الهادي بوطالب بمدينة فاس ليتلقى تعليمه في جامعة القرويين وليحصل على دكتوراه في الشريعة وأصول الفقه وأخرى في الحقوق، هذا عاد انخراطه في معركة النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي. بوطالب شارك في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال كوزير للشغل والشؤون الاجتماعية، ليتقلد في مراحل لاحقة عدة مناصب وزارية منها الإعلام، الشباب والرياضة، العدل، التربية والتعليم، فالخارجية، قبل أن يعمل سفيرا للمغرب بكل من بيروت، دمشق، واشنطن والمكسيك. كما ترأس البرلمان سنة 70/900 ليتوج مساره السياسي مستشارا لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني على مرحلتين. الأستاذ عبد الهادي بوطالب كان كذلك غزير الإنتاج الفكري والأدبي، إذ له مؤلفات في الرواية التاريخية وفي المرأة وفي السياسة والقانون، إضافة إلى اللغة والإسلاميات، قبل أن يختتم الراحل مساره الإبداعي بمذكراته نصف قرن من السياسة. هذا غيض من فيض الأستاذ الدكتور الذي رحل تاركا خلفه رصيدا سياسيا وثقافيا غنيا. رحم الله عبد الهادي بوطالب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.